من لا يعرف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم؟ ولكننا نحدثكم اليوم عن ليفربول وليس ليفربول. في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، وتحديدا في منطقة عين شمس، تقف عربة ليفربول للطعام. يبيع أصحابها الوجبة الأشهر في مصر، وجبة الفول والفلافل، بالإضافة إلى أكلات شعبية أخرى. تم افتتاح العربة في رمضان، وهي تعمل في فترة الليل لتقديم وجبة السحور للزبائن الذين يتجمعون حولها كل ليلة. ولاقت الفكرة إعجاب رواد ليفربول، خاصة مشجعي فريق ليفربول. فريق ليفربول نال شعبية كبيرة في مصر الآن، بالطبع معروفة الأسباب، ولكن دعونا نذكر بها. حيث محمد صلاح المهاجم الذي لعب فيه المصري، ويحاول أصحاب المطعم استثمار حب المصريين لصلاح لصالح مطعمهم. قام أصحاب الفكرة بتغيير شعار نادي ليفربول ليتناسب مع طبيعة عربة الفول، فكما نرى هنا تسمى ليفربول. أما طائر اللايفا وهو الأسطوري رمز مدينة ليفربول، فبدل بإناء الفول أو ما يعرف بالقدرة أو الإدرة كما يقولها المصريين، التي يطهى بها حبوب الفول. وتم تغيير شعار الفريق You will never walk alone لتصبح You will never eat alone، لن تمشي لوحدك، لن تأكل لوحدك. زبائن المطعم عبروا عن إعجابهم بفكرة بالفكرة وبجودة الطعام. أيضا دعونا نستمع لزبائن ليفربول. كانت عندهم هنا بأسامي لعيبة ليفربول زي ما أنت عارف طبعا. عندهم في شاكيري باسترما، ده كان ممتاز، وفي أخلاق ده زيت حار، ده عبارة عن فول زيت، كان أكلهم تحفة. وفي بقى برضو شوية أكلات تانية بأسامي لعيبة برضو، كله ما شاء الله تمام جدا يعني. أكتر حاجة بحبها هنا اللي هي مو صلاح، دي أكتر أكلة بحبها. دايما حاجات كتيرة دي اللي هي بيبقى بتنجان بابا غنوج، يعني زي بابا غنوج بس بلاقي اسم تاني. والله فكرة ممتازة طبعا، فكرة كويسة، وطبعا عشان نادي ليفربول نادي كبير فعملت اسم كويس. هذه في الصورة نور عادل، وهي شريكة في عربة ليفربول، شرحت لبي بي سي ترندن كيف جاءتهم الفكرة. احنا مجموعة شباب، احنا خمسة، كنا قاعدين كان عندنا كذا اسم وكذا فكرة، في الآخر استقرينا على ليفربول علشان خاطر فريق ليفربول ومحمد صلاح، فاخترنا ان احنا نعمل الاسم ده. احنا اللي شهرنا صلاح، احنا اخترناه عشان صلاح والناس حبتنا عشان صلاح، يعني محمد صلاح اي حد في مصر بيحبه، فاحنا كان الاسم جه من الفريق اللي هو بيلعب فيه، وهو ده اللي خلى الناس التفتت لنا. لم يتوقف الامر عند اسم المطعم فقط، بل الاكلات ايضا حملت اسماء لاعبي الفريق. دعونا نتابع. بالنسبه للاصناف، احنا في الاول كنا بنقدم الاصناف عاديه باساميها العاديه عن طريق الناس، وعن طريق بعد ما الموضوع سمى وبقى ترند، في ناس جت قالت لنا ان احنا ممكن نغير اسم.